الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فيقول المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ويجب له تعالى الحياة لاستحالة وجود الصفات السابقة بدونها. كم صفة سبقت؟ سبق الكلام في السمع والبصر وشيء؟ نعم. وهي ثاني والكلام؟ قدرة والإرادة. قدرة والإرادة. نعم. والعلم. يعني جميع الصفات. شيء؟ نعم. قلنا فيما سبق أن الحياة صفة إيه؟ مصححة، يعني تصحح لمن اتصف بها أن يتصف بغيرها من الصفات. معنى تصحح يعني إيه؟ تجوز. يعني معنى كده أن الصفات الأخرى جائزة؟ لا، هذا بالنسبة إيه؟ لمطلق الحياة. فإن كانت الحياة لحادث إذا تصحح يعني تجوز، أما بالنسبة للقديم يعني توجب. خلاص كده؟ لأنه ليس في صفاته تعالى ما هو جائز، إنما هو إيه؟ واجب. والحياة بالنسبة لله تعالى كغيرها من الصفات الأزلية، يعني صفة إيه؟ قديمة أزلية مخصوصة به سبحانه وتعالى ومقصورة عليه. مخصوصة به لأنها صفة أزلية قديمة، ولا يتصف بالصفات الأزلية إلا الله سبحانه وتعالى، فهي مخصوصة به ومقصورة عليه. لهذا لما ذكرت في القرآن الكريم دل ذكرها بتعريف الجزئين على الحصر، كما في قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تعريف الجزئين يعني تعريف المبتدأ والإيه؟ والخبر. فإذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة، يدل الكلام على الحصر، أي القصر، أي قصر الصفة على موصوفها. وكذلك في قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، يعني هو الحي يعني ليس غيره، أو لا حي إلا هو. خلاص كده؟ هذه الصفة مقصورة كغيرها من الصفات الأزلية عليه سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها غيره. ولذلك قلنا إنه سبحانه وتعالى واحد في ذاته، واحد في صفاته. وحدانية الصفات بتنفي الكمين، المتصل والمنفصل، كإيه؟ كوحدانية الذات، يعني تنفي الكم المنفصل، يعني لا يوجد لغيره تعالى صفة كصفته. خلاص كده؟ يعني الحياة لله تعالى وحده، والعلم والقدرة والإرادة وكل الصفات التي يتصف بها سبحانه. كذا صفات ذاته قديمة، والصفات الذاتية يعني الوجودية قديمة. قال: ما هي قديمة أو أزلية؟ يبقى إذن ينفرد أو يختص بها الحق سبحانه وتعالى، الصفات الحقيقية. أما بالنسبة لغيره فلا تسمى الصفة أزلية وليست حقيقية، وإنما هي بفيضه وعطائه سبحانه وتعالى لهذا الموجود. حتى نعمة الوجود نفسها أيضا من إمداده ومن عطائه سبحانه وتعالى لغيره. إذن فالصفات على حقيقتها لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى،
وهو العليم الحكيم، فهو وحده العليم السميع، هو وحده السميع البصير إلى آخر صفاته سبحانه وتعالى. فهذه مقصورة ومقصوصة به سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى مفيض الحياة على كل حي، يعني حياة غيره مخلوقة ليست قديمة، حياة غيره سبحانه حادثة، ومعطاه له يعني لهذا الحي منه سبحانه وتعالى. ولا تسمى حياة إلا من باب العرض، أما صفاته تعالى فليست عرضا، وإنما هي قائمة بذاته سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف والشارع رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم شيخنا في الدارين أمين: ويجب له تعالى الحياة لاستحالة وجود الصفات السابقة بدونها. مراده بالصفات السابقة القدرة وما ذكر بعدها إلى الكلام. القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الكلام، يعني غير صفة الحياة. المراد بالصفات السابقة أو الصفات الأخرى اللي هي الستة صفات المعاني إلا صفة الحياة. فإن كل واحدة من هذه الصفات يستحيل وجودها لغير الحي، ولهذا أخر ذكر الحياة إلى هذا الموضع، وهو من باب تأخير المدلول عن الدليل. وهو من باب يعني لماذا أخر ذكر الحياة؟ كأنه في عندك مدلول وفي عندك دليل. فالأول بيعمل يجيب الدليل، وبعد كده يجيب المدلول. لما هنا أخر الدليل على أخر المدلول عن عن الدليل. خلاص كده؟ ولهذا أخر ذكر الحياة إلى هذا الموضع، وهو من باب تأخير المدلول عن الدليل. وإلا فهي من جهة أنها شرط في تلك الصفات، يعني وإلا فهي يعني فهي يعني هي الحياة من جهة أنها شرط، يعني من هذه الحيثية أو من هذه الجهة شرط. إيه معنى شرط؟ هو هنا الشرط طبعا عارفين الشرط بينقسم. فاكرين لما كنا واخدين في المقدمات في شرط عقلي في شرط عادي، خلاص كده. الشرط هنا شرط عقلي، خلاص كده، اللي هو يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، او معنى الشرط هنا. فاكرين قلنا الواجب كده، والشرط اللي كنا نقوله السبب والشرط والمانع. السبب والشرط والمانع، السبب ما يلزم من وجوده ومن عدمه لذاته، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. خلاص احفظهم كده. يبقى هنا شرط يعني شرط عقلي. ايه معنى شرط عقلي؟ قلنا الشرط يلزم من من عدمه العدم. يعني ايه اللي يلزم من عدم الحياة؟ قلنا لا يلزم من وجودها وجود شيء ولا عدمه، انما يلزم من عدمها الا يتصف بالصفات السابقه. اهو معنى شرط، يعني يلزم من عدمه العدم. فلو انه لا يتصف بالحياه يعني انعدمت الحياه، يبقى امتنع ان يتصف بغيرها من الصفات السابقه. واضح كده؟ اهو معنى يلزم من عدمه العدم، فهي شرط عقلي يلزم من عدمها عدم الإدراك ولا يلزم من وجودها وجوده ولا عدمه.
يعني هنا حتى بيقول تحت في الشيخ سعيد فوده بيقول ايه، يتصور بعض الناس الحياة على انها عين الحركة، فكل ما كان حيا، التعليق ده مهم، يجب ان يكون متحركا. جماعة المجسمة والمشبهة قاتلهم الله ان يؤفكون، يقولون ايه، إذا كان حيا لابد أن يكون متحركا، لا يعقلون فرقا بين الحي والميت إلا الحركة. وهذا القياس فاسد. ليه؟ بأدنى نظر، بل الحياة هي وصف يثبته العقل والنقل على أنه ضروري لكل من كان عالما مريدا قادرا إلى غيره من الصفات، فيستحيل تصور غيرها من الصفات بدونها، معنى شرطه عقلي. أما المجسمة، وسبحان الله احنا قلناها قبل ما نقرأ، المجسمة والمشبهة قاتلهم الله مرة أخرى، يوهمون في أقوالهم عندما يقولون ما لا يكون متحركا لا يتصف بالحياة، يعني يريدون أن يثبتوا لله تعالى الحركة والنزول والانتقال والمجيء، لأنه يقولون إذا لم يكن متحركا لا يكون حيا. فهذا كلام فاسد، ولا تلازم بين الحياة والحركة. ولو قالوا كلامهم إنا ما رأينا حيا إلا متحركا، وهم بيعملوا إيه؟ بيقيسون الإيه؟ الغائب على إيه؟ على الشاهد. فالجواب أن هذا استدلال باطل. ليه؟ لأنه في قياس للغائب على الشاهد. ممكن نقول لهم، هم يقولون ما رأينا حيا إلا متحركا، فيريدون تعميم الحكم ويجعلون الحياة في القديم والحادث إيه؟ سواء. فنقول لهم ما رأينا حيا إلا مركبا أو مخلوقا من الماء والطين، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فيلزم على كلامهم الفاسد وعقلهم الكاسد أن الله تعالى يكون مكونا من الماء والطين، لأن الحي موجود مشروط به وجوده بالإيه؟ بالماء، وجعلنا من الماء كل شيء إيه؟ فهذا الذي يقولونه إنما هو في المخلوق أو في الحادث، وليس إيه؟ في القديم سبحانه وتعالى. والله ولهذا أخر ذكر الحياة إلى هذا الموضع، وهو من باب تأثير المدلول عن الدليل. يعني كما نقول مثلا من له ولد كده أكمل ممن ليس له ولد، يعني الولد كمال كده، فمن ليس عنده ولد نقص. فهل نعمم ونجعل هذا في الحادث والقديم على حد سواء؟ فيلزم أن يكون المخلوق الذي له ولد أفضل من الخالق الذي لم يلد ولم يولد. هل يقول بهذا إلا الذي فقد عقله؟ وإن شاء الله يفقد سمعه وبصره، ويختم الله تعالى على قلبه. وإلا فهي من جهة أنها شرط في تلك الصفات مقدمة. ومعنى شرط يعني شرط إيه؟ شرط عقلي، ليس شرطا عاديا، شرط عقلي. وإلا فهي من جهة أنها شرط في تلك الصفات مقدمة بالذات عليها. يعني من جهة قلنا احنا من باب تأخير المدلول عن الدليل كده، يعني هي مدلول، والقدرة كده والإرادة والسمع كأنها دليل عليها، يعني استدلنا على أنه تعالى حي بأنه قادر كده وسميع وبصير إلى آخر، ده دليل، وهي إيه؟ مدلول. من هذه الجهة يبدأ عمله أخر المدلول عن الدليل. أما إذا من جهة أنها شرط تقدم، يعني أنها لا يثبت شيء إلا بها، فلازم تقدم، الشرط يقدم على إيه؟ على المشروط. واضح كده؟ نعم. عندك إيه؟ جهتان، جهة مدلول ودليل، ممكن نقدم وممكن نؤخر. أما من جهة الشرطية لا بد من التقديم. نعم. الشرط العادل وليس فيه تلازم، يعني مثلا شرط الحمل، مثلا النطفة، مش كده؟ وجود النطفة، لكن ده شرط عادل وليس شرطا عقليا.
اللي هو قد يتخلف يسموه شروط عادية. في شروط شرعية زي مثلا استقبال القبلة، شرط لصحة الطهارة، شرط لصحة الصلاة، أما دي شرط عقلي، مفهوم؟ وإلا فهي من جهة أنها شرط في تلك الصفات مقدمة بالذات عليها لتوقف وجود المشروط على وجود شرطه. التقدم بالذات عارفينه؟ يعني هي بذاتها الشرط لما مقدم لأن لا يعقل المشروط بدون إيه؟ بدون شرط، يعني وجود المشروط بدون شرطه إيه؟ غير معقول. إلا أن التوقف هنا توقف معية لا توقف تقدم. إذا الحياة شرط لبقية الصفات كده؟ من هذه الجهة لابد من تقديمها أو تقدمها. ويفهم كلمة شرط ومشروط يعني زي لازم ولزوم، يفهم هذا الشرط بطريق اللزوم فباستلزام الحياة للإدراك، يعني الحياة تستلزم ليه الإدراك مش كده؟ هذا أمر ضروري، الحياة تستلزم ليه الإدراك، لأنه إذا كان حي يلزم من هذا أن يكون إيه مدركا. طيب القدرة تستلزم الحياة، نقول كيف يلزم من الحياة بقية الإيه الصفات. يبقى إذن الحياة تستلزم الإدراك ده أمر ضروري، والقدرة تستلزم الحياة، وهي يعني القدرة والإرادة يستلزمان العلم وهو يستلزم الحياة، فصح برهان الاستلزام وثبت الدليل العقلي. أقول كان يعني باستلزام الحياة للإدراك خلاص كده، ده أمر ضروري مش عاوز دليل عبادة. بعد كده القدرة تستلزم إيه؟ من كان قادرا يلزم أن يكون حيا. القدرة هي والإرادة يستلزمان الإيه العلم، ما شوف إذا كان قادرا يلزم أن يكون عالم، والعلم يلزم منه أن يكون حيا. عرفنا الدليل الإيه العقلي وانتظم في في أذهاننا. يلا. إلا أن التوقف هنا توقف معية لا توقف تقدم. يعني عاوز يقول لك هنا التوقف يعني توقف إيه على إيه؟ توقف بقية الصفات أو ما عداها من الصفات على وجود الحياة، هذا توقف معية لا توقف تقدم. يعني لأنه لو كان تقدما لكان إيه؟ ما بعده متأخرا، والتأخر فيما بعده يعني فيما بعد صفة الحياة يستلزم هذا التأخر حدوثه. بمعنى كده الترتب ده ترتب في الذهن في التعقل، لكن في الحقيقة كل الصفات أزلية. إذن فالتوقف توقف معية، يعني القدرة متوقفة على الإيه؟ على مثلا تخصيص الإرادة مش كده، والإرادة متوقفة على العلم، وكل هذا متوقف على الحياة توقف معية، يعني لا يوجد بدونها، لا يوجد معها، لا أنها متقدمة الحياة وبقية الصفات متأخرة. قال هنا التوقف توقف معية لا توقف تقدم، يعني عاوز ينبهك أن جميع صفات الله تعالى لا صفة منها تسبق الأخرى في الوجود، لأنه طالما كلها أزلية يبقى ما فيش متقدم وما فيش متأخر، لأن التأخر يستدعي الحدوث. أمال كيف احنا قلنا ده متوقف على ده، والتوقف يعني تقدم المتوقف على المتوقف عليه، في متوقف متوقف عليه. قال لك لا، هذا بالنسبة للصفات الحادثة، أما هذه كلها قديمة
فكيف تكون واحدة متوقفة على الأخرى؟ التوقف ده في الفهم، أو لأننا لا نفهمها ولا نعقلها إلا هكذا. وذلك يقولوا يعني ما عندناش طريقة أخرى، لا مش دقة العبارة، يعني يعجز فهمنا إلا بهذا الترتيب. زي ما أنت تعجز في النطق أن تنطق الحروف دفعة واحدة كتبة، لازم تقدم الكاف على إيه؟ على التاء على الباء، ما تقدرش تقولهم كده مرة واحدة، يعني وجود التاء مترتب على النطق بالإيه؟ بالكاف، والباء على النطق، وهكذا. ده بالنسبة ليه؟ إن الآلة اللي معاك لا تساعدك إلا على ذلك، لكن ممكن ربنا يعطيك قدرة الله أعلم تنطقهم كده مرة واحدة في آن واحد. هل تستطيع؟ لا. فده بحسب الطاقة العقلية الذهنية اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لنا، ما نفهمهاش إلا كده، لأن لو خلناها كده بدون كده من غير حتى تقدم ذهني مش هنفهم إيه هذا الأمر. واضح؟ يعني توقف ما يعني عاوز يقول ما فيش تقدم وتأخر معها، يعني هي في إيه؟ كلها مستلزمة فتكون موجودة معا، لا بمعنى أن فيها أسبق أو فيها متقدم أو فيها متأخر. فذا قال توقف معية لا توقف إيه؟ تقدم. مفهوم؟ إذ صفات المولى جل وعلا كلها أزلية يستحيل تقدم بعضها على بعض في الوجود. يعني احنا قلنا هنا إيه؟ بنرتب الإرادة على العلم، يعني الله تعالى لا يريد إلا ما علم، فاكرين؟ لكن ما ينفعش نعكس، ما نقولش لا يعلم إلا ما يريد. لا يريد إلا ما علم أنه يريده، لكن لو عكست وقلت لا يعلم إلا ما يريد يبقى معناها إيه؟ جعلت العلم إيه؟ متعلق بإيه؟ بالممكن فقط وليس بالأقسام الإيه؟ الثلاثة. إذا ترتب الإرادة على العلم والقدرة على الإرادة، وهذه الصفات كلها على الحياة، هو ترتب في التعقل وليس ترتبا في الوجود، لأن وجود الصفات كله وجود أزلي، وجود واحد. ما دامت في أزلية، إيه معنى الأزلية؟ ما الفرق بين الأزلي والقديم، أو بين الأزلية والقدم؟ الأزلي أعم، يعني كل قديم أزلي ولا عكس. فالأزلي ما لا أول له وجودا كان أو عدما، أما القديم ما لا أول له وجودا فقط. ولذلك الصفات الوجودية يقال قديمة وإيه؟ أزلية. أما الصفات الإيه؟ العدمية السلبية يقال أزلية فقط، ولا يقال إيه؟ قديم. إذا كان كلها أزلية، وهي معنى أزلية يعني نفي الأولية، يعني كلها ليس لها أول ولم تسبق بعدم، فكيف يكون فيها متقدم وفيها متأخر؟ أما ما معنى التوقف؟ قال لك توقف معية، خلاص كده. وأما المستحيل في حقه تعالى فكل ما ينافي هذه الصفات الواجبات، لا شك أنه لما وجب له جل وعلا عقلا الوجود وما بعده من الصفات. قلنا الحياة عشان نخلص منها شرط عقلي، وعرفنا الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده، يعني يلزم من عدم الحياة عدم الإدراك كده، لكن لا يلزم من وجودها وجوده ولا إيه ولا إيه ولا عدم. يعني معناها وجود الإدراك في الحي ده شرط لوجود الايه؟ لوجود الحياة، لانه لا يدرك الا الايه؟ الا الحي. لما يوجد الحياة في الجمادات، وممكن الجماد ينطق ويتكلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة يقول كنت امر او اعرف حجرا في مكة كلما امر عليه يقول السلام عليك، يعني يخاطبه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فخلق الحياة في الجمادات
أو كما قال تعالى وإن من شيء إلا إيه يسبح بحمده. بعض الناس بيقول ده تسبيح بلسان ليه؟ بلسان الحال، إنما هو بلسان المقال مش بلسان الحال. ليه؟ لقوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلو كان بلسان الحال إذا أصبح إيه مفهوم لنا، فقهنا وعرفنا. إذا كان لما بلسان المقال هو الذي لا نفقه ولا إيه ولا نعرفه، يبقى معنى وجود الإدراك زي حنين الجذع كده، أبهار الجذع. يعني كيف يوجد الإدراك في الجذع مع عدم وجود الحياة؟ ده اللي احنا عاوزين نقوله. يبقى ده على جهة ايه؟ على جهة خلق العادة، خلاص كده؟ لكن بحسب العادة لابد من وجود ايه؟ صفة الحياة. لا شك أنه لما وجب له جل وعلا عقلا الوجود وما بعده من الصفات. الآن الكلام فين؟ فيما يستحيل، وخلاص معناها انتهى من الايه؟ من الواجب. الآن هيتكلم فين؟ المستحيل، وبعدين في الجائز. وأما المستحيل في حقه تعالى فكل ما ينافي هذه الصفات الواجبات. لا شك أنه لما وجب له جل وعلا عقلا الوجود وما بعده من الصفات استحال عليه عقلا ونقلا كل ما ينافيها، فينافي الوجود العدم، فينافي الوجود العدم، وينافي القدم الحدوث، وينافي البقاء الفناء، وينافي المخالفة للحوادث مماثلتها. يعني ما هو المستحيل كده بالجملة؟ أضداد الصفات التي إيه تقدمت. يبقى إذن ضد أو ينافي الوجود إيه العدم، واللي ينافي القدم الحدوث. يعني عاوز المستحيل بالنسبة للوجود اللي هو العدم، بالنسبة للقدم الحدوث ضده، والبقاء الفناء، والمخالفة للحوادث يعني مماثلتها كده. وهذا واضح في قوله تعالى ليس كمثله شيء. لكن الممشي في الآية المماثلة ولا المخالفة؟ بس لا، المماثلة منفية عن ايه؟ ليست إيه عنه، وإنما عن الشيء، يعني لا يماثله شيء. ولم ينفى أنه تعالى يماثل باعتباره تعالى، نقول المخالفة. أما باعتبار الأشياء نقول المماثلة، لأن المخالفة تعتبر في الجانب الأقوى. خلاص كده؟ في الأقوى نقول إيه؟ يعني ما نقولش يعني فلان يخالفك إلا إذا كان إيه؟ أقوى منك. أما إذا في الجانب الأضعف نقول لا يماثله، ليس كمثله شيء. فين اسم ليس؟ شيء. يبقى ليس شيء كمثله، يبقى منفية مماثلة الشيء له. أما إذا اعتبرنا نفي المماثلة من جانبه تعالى نجيب كلمة إيه؟ المخالفة، لأن المخالفة تأتي فين؟ فلا يخالفك إلا من كان أقوى، سواء في الرأي أو في الحجة إلى آخره. واما اللي كان مثل يقول لك ايه عدم الموافق، يقول لك انا مش موافق، لكن ما يقدرش يقول ايه مخالف، صعب شوف. يعني اليوم عندنا الناس موجوده العدم، ليه ما قدمش المخالفه؟ ايه ما ده ينافي ده وده ينافي ده. يعني احنا بنعتبر ايه دلوقتي؟ ايه اللي ينافي الوجود؟ مين هو المنافي؟ اللي هو العدم، فالعدم هو الفاعل، والوجود ايه؟ ينافي العدم ينافي الوجود. خلاص كده؟ يعني مين هو المنافي؟ احنا بنثبت ايه؟ اثبتنا الصفات، فعاوزين المنافي لها. ايوه تمام كده؟ يبقى ينافي زي ما قرأ كده بالضبط حسام، ينافي الوجود العدم، يعني اقول لك العدم ينافي الوجود. مش كده؟ نعم. الحديث اللي بيقول من خوف مؤمنا، عايزينك بس تقولي ممكن ما اعرفوش هو ايه فين. اقرا كده العباره اولا.
لا شك أنه لما وجب له تعالى جل وعلا عقلا الوجود وما بعده من الصفات استحال عليه عقلا ونقلا كل ما ينافيها. يعني شوف ما قال العقل باستحالته يقول النقل أيضا، لكنه لو كانت الاستحالة نقلية لا يلزم أن تكون عقلية. احنا قلنا عندنا ايه الأدلة نقلي وايه وعقلي، وقلنا في صفات انت مش كنت حاضر معانا الدرس، في صفات لا يمكن الاستدلال عليها الا بالدليل الايه، وهي ما يتوقف عليه الايه المعجزة مش كده، وفي صفات لا يمكن الاستدلال عليها الا بالدليل الايه النقلي وهو ما لا تتوقف عليه الايه، وفي قسم ثالث توقف او اختلف فيه اللي هو صفة الايه الوحدانية. وقلنا الدليل العقلي ليس ايه مش معنى العقل في جانب، قلنا الدليل العقلي والنقلي كلاهما دليل شرعي. يعني مثلا لو اردنا ان نثبت صفة الكلام لا يمكن اثباتها بالدليل العقلي، اثباته ايه بالدليل ايه النقلي مش كده، الاصل في اثباته او الاساس هو الدليل ايه النقلي. انما لما نيجي ايه ننفي ان يكون كلامه تعالى بحرف وصوت وتقديم وتأشير ولغة هذا لا يمكن اثباته بالدليل النقلي، انما عاوز دليل عقلي. فانظر كيف تركبت الادلة او كيف اجتمعت، اثبات الصفة نفسها دليل ايه نقلي. لا نفي الحرف والصوت ده مش لا تستطيع ان تأتي بآية او حديث على ان الكلام بحرف وصوت او انه ليس، ولا تستطيع لا تثبت ولا، فيجي واحد يقول لك لا يوجد في القرآن ولا في السنة ان كلام الله تعالى ليس بصوت ولا حرف، يقول نعم وايضا لا يوجد انه صوت وحرف. يعني هو اذا عاوز ايه، هو لك عاوز دليل على انه الكلام ليس صوتا ولا حرف، يقول له انا عاوز دليل على انه صوت وحرف، اذا فيعتبر ولا عنده دليل ولا، فنرجع الى الدليل الايه العقل اللي هو ايه الاصل. خلاص كده، وقلنا في اللي يتوقف عليه المعجزه يكون دليله ايه دليله عقلي. وبعض الناس يفهم انه طالما ما فيش دليل نقلي يعني معناها ما فيش دليل شرعي، ابدا الدليل العقلي دليل شرعي، اي ان الله شرع لنا الاستدلال به كما نستدل بالدليل الايه النقلي. وقلنا لا بد، فاكرين ان الدليل النقلي يترتب او يرد الى مقدمات عقليه، يبقى لا يوجد دليل نقلي محض، لازم يرجع إلى مقدمات عقلية. أما الدليل العقلي فإنه يوجد دليل عقلي محض. أيهما أقوى؟ لأنه النقل كله لم يثبت إلا بالدليل العقلي. وفي الآخر حيقولوا إحنا علينا معتزلة، بعد ما يقولوا علينا أشعرية حيقولوا علينا معتزلة الآن. لا شك أنه لما وجب له جل وعلا عقلا الوجود وما بعده من الصفات استحال عليه عقلا ونقلا كل ما ينافيها، فينافي الوجود العدم، وينافي القدم الحدوث، وينافي البقاء الفناء، وينافي المخالفة للحوادث مماثلتها، وينافي القيام بالنفس الافتقار إلى المحل والمقصد. يعني نرجع برضو ونذكر أن القيام بالنفس معناه إيه؟ ما معنى أنه تعالى قائم بنفسه؟ يعني مستغن عن المحل والمخصص، وهي معنى استغناؤه عن المحل ليس معنى المحل المكان، لهذا منفي بصفة المخالفة للحوادث، وإنما معنى استغناؤه عن المحل يعني عن الذات، وعن المخصص يعني الفاعل. فهمت كده؟ هذا معنى صفة القيام بالنفس. صفة القيام بالنفس يعني معناها حاجتين مش حاجة واحدة، استغناؤه تعالى عن المحل يعني عن الذات. ليه؟ لأنه ذات، فالذات لا تقوم بذات، إنما يعني لو كان تعالى صفة، يعني إيه معنى القيام بالنفس؟ أريد أن ينفي أن يكون تعالى صفة، لأنه لو كان صفة لاحتاج إلى
أو لازم أن تكون له ذات، لكنه هو ذات هو متصل بصفاته، أو معنى قيامه بنفسه يعني عاوز يثبت أنه هو تعالى ذات وليس صفة. هل قال أحد أنه تعالى صفة ولم يكن تعالى ذاتا؟ وقع هذا في اعتقاد النصارى أيضا عندما جعلوه تعالى صفة، يعني فسروا كلمة القانين الثلاثة، الأب قالوا الوجود فيه، والابن العلم، وروح القدس الحياة، يعني دي صفات عند النصارى صفات وليست ذوات. لما هو يلزم أن تكون هذه الصفات قائمة بذات شنو؟ لأنها لو كانت ذوات لاستلزم أيضا أن تكون لكل ذات صفات ثلاثة، علم وقدرة وحياة، وأكثر من ثلاثة ممكن. ولذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح ردا على النصارى، لما يرد على النصارى أو على المجوس أو على الشيعة جميل، لكن لما يرد علينا ده موضوع ثاني. فبيقول كده والنصارى حيارى متناقضون، إن جعلوا الأقانيم الثلاثة الصفات امتنع أن يكون عيسى إلها، لأنه ذات وليس صفة. إن جعلوها ذوات وقعوا في الشرك الصريح التثليث، يعني قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن فالمخالفون للوحدانية ثلاثة، الوثنيون والثنويون والنصارى. وينافي الوحدانية وجود التعدد في الذات والصفات والأفعال. يعني الوحدانية معناها نفي الكموم الخمسة، الكم المتصل والمنفصل في الذات، والكم المتصل والمنفصل في الصفات، والكم المنفصل في الأفعال. يعني الكم يعني العدد. طب ما الفرق بين المتصل وبين المنفصل؟ كيف تعرف أن هذا كما متصلا أو كما منفصلا؟ قال كم المتصل ما كان بين حدوده الوسطى أجزاء مشتركة، ففي اشتراك في حدوده الوسطى. أما المنفصل ما لا يوجد اشتراك في حدوده الوسطى، زي العشرة خمسة وخمسة، يعني ما فيش اشتراك، يعني ما فيش عدد تشترك فيه الخمسة مع الخمسة الأخرى، بس ده كم منفصل. أما مثلا لو جبنا بناء كده مثلا، الطابق ده يعتبر بالنسبة لنا احنا سقف، وبالنسبة للبعدين أرض، الجداء كم ده متصل، لأنه في الحدود المشتركة بين الطابق الأول والثاني وبين الثالث ورضي حدوده، فاللي فيه اشتراك في الحدود اسمه كم متصل، والذي لا يوجد اشتراك بين حدوده الوسطى يسمى كم منفصل. وينافي الوحدانية وجود التعدد في الذات والصفات والأفعال، وينافي القدرة العامة العجز العام. بس تفهم في الأفعال اللي هو الكم المنفصل، يعني معناه إيه؟ الأفعال أو هو تعالى المؤثر، أو الأفعال له زي ما قرأناها لسه في شرح الأمير في حاشية الأمير، أنه ليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله، ده باب وحدة الوجود. وحدة الوجود لها معنى صحيح، وهو عقيدة يجب أن يعتقدها كل مؤمن منزه لله تعالى، أنه الوجود الواجب لا يتعدد، الوجود الذاتي لا يكون إلا لله. وهذا عين أو معنى ما قاله ابن عطاء الله، الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذات، فكأنه لا يوجد إلا الله تعالى، أما غيره فهو موجود بإيجاده، فلا وجود له من ذاته. تبقى الوجود واحد ولا مش واحد؟ صفة لمين؟ لواحد. يعني معناها ما فيش موجودان، كل وجود ذاتي، يعني الوجود الذاتي لا يكون إلا وجود واحد، يعني لا يكون وجودك أنت ذاتي ووجوده تعالى ذاتي لا يتعدد. وينافي القدرة العامة العجز العام والخاص، وينافي الإرادة العامة وجود الأفعال أو بعضها مع الكراهة. يعني نفس الكلام في القدرة هو في الإرادة، احنا قلنا قدرته تعالى عامة التعلم لا يشذ عنها مقدور،
فينافيها العجز العام، يعني معناه أنه لا يقدر على شيء، ده ينافي القدرة. وينافي القدرة أنه تعالى يقدر على شيء دون شيء، واضح كده؟ أو كلمة العجز العام والعجز الخاص. إيه العجز العام؟ يعني مش ليس قادرا على شيء بالكلية. والعجز الخاص قادر على إيجاد بعض الممكنات دون بعض، ده اسمه عجز خاص. ده منافي وده منافي. والإرادة العامة وجود الأفعال أو بعضها مع الكراهة، يعني مثلا لو أنه تعالى عما يقولون حاشاه وتنزه وتقدس وتعاظم أوجد الأفعال مرغما، هذا ينافي الإرادة إذا أوجدها كلها، أو أوجد بعضها مع الإكراه، أيضا هذا ينافي الإرادة. زي ما يقولوا إيه؟ وجود الأفعال أو بعضها، زي ما قلنا العجز العام والخاصة، وجود الأفعال يعني عامة أو بعضها ده اللي هو إيه؟ الخاصة. نعم؟ ما هو نفي الكم المتصل والمنفصل في الذات مفهوم، في الصفات يعني صفاته تعالى مقصورة عليه وخاصة به، مخصوصة به. لو تجد كده في القرآن الكريم هو الحي، هو الحي معناها لا حي غيره، أو الحياة ليست إلا له، يعني الحياة الحقيقية. أما حياة غيره ليست حياة ذاتية وليست أزلية، ولذلك بالنسبة لله تعالى لا تسمى حياة. يبقى إذن لا يوجد صفات مشتركة بين ما بين إلا الاسم فقط، إنما المعنى مختلف تماما، حقيقة الصفة هي مختلفة. يبقى صفاته تعالى مقصورة عليه وخاصة به، هذا يدل عليه كما قلنا تعريف للجزئين، يعني تذكر كده الصفة بتاعه هو مش مبتدأ، هو الحي، يعني هو فقط، هو فقط الحي، فلا حياة لغيره. يعني إيه؟ حياة أزلية، يعني حياة كحياته، أو ده الكم ده المنفصل. أما المتصل بأن تكون له تعالى أكثر من صفة تسمى حياة، يعني له حياتان أو أكثر، ده منفي، لأنه حياة الحياة صفة إيه؟ واحدة. خلاص كده مش قلنا يلزم كم حاجة أربع، الوحدة وعموم التعلق ووجوب الإيه؟ الوجود، يعني الوجود ووجوب الوجود وعموم التعلق والوحدة، أربعة مطالب. وينافي العلم العام الجهل وما في معناه، وما الجهل وما في معناه بشيء من المعلومات. الجهل وما في معناه يعني الغفلة، النسيان، كل ده فيه السهو، كل ده فيه معناه، في معناه، يعني في معنى الجهل. لما كنت جاهلا بشيء او غافلا او ناسيا او ذاهلا، كل ده بمعنى، كل ده في معنى ايه؟ انك مش عارف، ذاهل عنه او نسي او مش فاكر او مش واخد بالك، كل ده ايه؟ في معنى ايه؟ ايه الفرق؟ انت ما جاوبتش ليه في الامتحان؟ لم تذاكر او جاهل بالسؤال ده، افرض نسيت، ما هي واحد كده مش هتجاوب، كده مش هتجاوب، ذهلت عنه، افتكرت بعد ما سلمت برضو واحد، يبقى كل ده ايه؟ ما في ايه؟ ما في معنى. وينافي السمع العام، والله العظيم يقسم لك، والله كنت عارف السؤال ده ما جاوبتش ليه، يقسم لك والله انا كنت عارف الحل. ده بيه معناها يعني هل المصح لا يعلم ما في نفسك؟ حيعطيك على منين؟ ده لو كنت صادقا، انما انت بتحكي كاذب، لانك يعني الدليل على كذبك انك لو كنت تعلم لاجبت. وينافي السمع العام لجميع الموجودات الصمم، وهو غيبه شيء. لقلنا السمع يتعلق بايه؟ بالموجودات مش بالمسموعات، خلاص كده. والبصر برضو بالموجودات، طب والعلم وعقول بالموجودات، بالموجودات اللي القديم والحادث والواجب في
جميع أقسام الحكم العدل. نعم. وهو غيبة شيء ما من الموجودات عن سمعه تعالى. وينافي السمع العام من جميع الموجودات الصمم، مش كده؟ وهو غيبة شيء ما، مش كده؟ وما من غائبتنا غيبة إلا في إيه؟ في كتابه. فلا يغيب عن علمي، لا يغيب عن علمي شيء، لا يعزل، يعني لا يغيب. وهو غيبة شيء ما من الموجود من الموجودات عن سمعه تعالى. وينافي البصر، وينافي البصر العام العمى، وهو خفاء شيء من الموجودات عن بصره تعالى. وينافي الكلام البكم، وهو خروج شيء من المعلومات عن دلالة كلامه جل وعلا. وكون كلامه تبارك وتعالى حروفا أو أصواتا، يعني أو خد بالك إلى المعنى. وينافي الكلام، ها، وهو إيه؟ خروج شيء من المعلومات عن دلالة كلامه جل وعلا. وكون ذا معطوف على إيه ذا؟ خروج، ها، الله أكبر. خروج كون كلامه تبارك وتعالى حروفا او اصواتا. يبقى على خروج كلام، لا لا، يعني كون ينافي الكلام البكر اللي هو كذا. وينافي الكلام ان كون كلامه ان يكون حروفا، يعني اذا كان حروفا واصواتا فهذا ينافي الكلام. نتابع ما كنا قد وقفنا عنده. وينافي السمع العام لجميع الموجودات الصمم، وهو غيبة شيء ما من الموجودات عن سمعه تعالى. وهذا تعريف الايه؟ ضد غيبة شيء ما عن الموجودات، غيبة شيء ما من الموجودات عن سمعه، يعني المراد بالصمم المنافي لصفة السمع في حقه سبحانه وتعالى. وليس الصمم اللي هو آفة توجد ضد السمع بالنسبة للمخلوق، هذا مستحيل. وينافي البصر العام العمى، وتعريف العمى هنا برضو ليس تعريف بأنه آفة، إنما هو خفاء شيء من الموجودات عن بصره تعالى. وينافي الكلام البكم، وهو خروج شيء من المعلومات عن دلالة كلامه جل وعلا. وكون كلامه تبارك وتعالى حروفا أو أصواتا أو وينافي الكلام، خلاص البكر، وينافي الكلام كون كلامه تبارك وتعالى حروفا وأصواتا إلى آخره. لا لا لا، لو البكم أو البكم خروج شيء من المعلومات عن دلالة كلامه، فهذا هو المسمى بالبكم. وكون ده كلام ايه؟ يعني وينافي الكلام كون كلامه تبارك، يعني تقدر بس تقدر فعل تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. وينافي الكلام البكم، وهو خروج شيء من المعلومات عن دلالة كلامه جل وعلا. وكون كلامه تبارك وتعالى حروفا او اصواتا أو متصفا بشيء من لوازمهما. وينافي حياة الموت، يعني تعريف البكم خلص عندي جل وعلا. وكونه ده معطوف عليه،
وليس تفسيرا او ليس معطوفا على خروج. خلاص كده؟ نعم. ماذا يقول لنا البصر العام والسمع العام نعم؟ ما المقصود بالبصر العام والسمع؟ ما هو بيقول ايه؟ خروج شيء من المعلومات. نعم. وده عام ولا خاص له؟ المعلومات يشمل ايه؟ ما هو معلوم يشمل الواجب والجائز والمستحيل. ده عام ولا خاص؟ فكلمة المعلومات كيف يقول عاما وهي تدل على العموم؟ الكلمة نفسها المعلومات يعني كل ما هو معلوم. لا بيقول البصر العام يعني عاوز اقول لك متعلق الصفة عام. مش قلنا كل صفة تقتضي ايه؟ أربعة مطالب. أول شيء وجودها ووجود وجودها وعمومها ووحدتها. فعشان كده قال العام بمعنى أنه لا يغيب عنه كل الأشياء هذا العام أو بعضها هو الخاص. يعني إن غاب عنه سبحانه وتعالى جميع الموجودات اللي هذا ايه منافاة للبصر ايه العام، وان غاب البعض هذا منافاة ايه للخاص. واضح؟ وانما سكتنا في اصل العقيدة عن اثبات ادراكات زائدة على الصفات السابقة، وهي ادراك المطعومات وادراك المذوقات وادراك المشمومات. بيقول لك ايه وانما ايه سكتنا يعني ايه كأن الشيخ مذهبه في صفة الإدراك التوقف السكوت سكت عنها يعني لم يثبتها ولم ينفها. وإنما سكتنا في أصل العقيدة عن إثبات إدراكات زائدة. الراجح فيها في صفة الإدراك التوقف يعني لا نثبتها ولا إيه ولا ننفيها. وإنما سكتنا في أصل العقيدة عن إثبات إدراكات زائدة على الصفات السابقة، وهي إدراك المطعومات وإدراك المذوقات وإدراك المشمومات وإدراك الملموسات بإدراكات زائدة على السمع والبصر والعلم. يعني هذا بالنسبة لما ندركه أو نلاحظه في شأن الإنسان كحادث تتنوع المدركات بالنسبة له بحسب وسائلها إلى مسموع ومسموعات ومذوقات وملموسات ومطعومات إلى لما رأى هؤلاء العلماء أن النقل ورد بإثبات كونه تعالى سميعا بصيرا أي كونه مدركا بلا مماسة ولا تأثر للمسموعات والمبصرات على النحو الذي مر، سألوا فقال هل تثبت لله تعالى صفات أو نثبت صفات زائدة على السمع والبصر بها يدرك هذه الأنواع من المدركات كما أثبتنا؟ يعني مثلا زي ما جاء النقل بإثبات السمع والبصر والكلام، ثم هناك بالنسبة للشاهد أشياء له فيها إدراك آخر يعني يدركها به ليس بالسمع ولا بالبصر ولا بال يعني مثلا بعلمه، انما يدركها به بالذوق او باللمس يعني المذوقات الملموسات المشم الى اخره. فماذا قالوا؟ قالوا هل نثبت صفات زائده كما فقالوا بعضهم وهم ايه القليل قالوا نثبت لله تعالى صفه اسمها الادراك بها يدرك على بها يدرك ما ذكر على النحو الذي وضحه المصنف بلا اتصال ولا تأل إلى آخره. وقالوا صفة الإدراك هي صفة ثامنة يعني زائدة على الصفات السبع. والمحققون أو الجمهور قالوا إحنا أثبتنا السمع والبصر ليس بالقياس ولكنهما ورد في النقل، وإلا فلو لم يرد بهما النقل لكفى إثبات العلم عن إثباتهما. ومن هنا قالوا أن صفة الإدراك دي لم يرد بها سمع ولا يدل عليها عقل فلا موجب لإثباتها لعدم الدليل عليها ولأن إثبات العلم يكفي عن إثباتها. وبعضهم توقفوا
وقالوا لا موجب للتوقف بعد ما وضحناه، فالأصل عدم القول بها، ودليل الإثبات لا يصلح معارضا لدليل عدم الإثبات. والأصل أن لا نثبت لله تعالى إلا صفة مقطوعا بها لا لمجرد الاحتمال. إذن المذهب الصحيح والراجح هو التوقف، لا إثباتها ولا إيه ولا نفيها. وإنما سكتنا في أصل العقيدة عن إثبات إدراكات زائدة على الصفات السابقة، وهي إدراك المطعومات وإدراك المذوقات وإدراك المشمومات وإدراك الملموسات بإدراكات زائدة على السمع والبصر والعلم، فتكون عند من أثبتها عامة لكل موجود من غير اتصال ولا تأثير. بس قلت ذلك من أثبتها، إذا أثبتها من غير اتصال بخلاف الحادث، لابد أن يكون هناك اتصال بين إيه؟ الشيء الملموس أو الشيء المذوق تتصل به حاسة. فلو أثبتنا هذا المعنى لأثبتنا الحدوث أو قيام الحوادث في ذاته سبحانه وتعالى. ولذلك حتى من أثبتها قال من غير اتصال ولا تأثير بما يلازمها عادة لأجل الخلاف في إثبات هذه الإدراكات، يعني هل هي صفة واحدة أو عدة صفات، يعني الإدراك باللمس غير الإدراك بالذوق غير الإدراك بالشم إلى يعني معناها أكثر من إيه؟ من صفة. فتكون عند من أثبتها عامة لكل موجود من غير اتصال ولا تأثير بما يلازمها عادة. حتى من أثبتها لم يثبتها على ما يقوله المجسمة أو المشبهة، وإنما من غير اتصال ولا تأثير. واضح؟ نعم. اتصال هذا معنى يعني اتصال بينه تعالى وبين هذه الأشياء. لأجل الخلاف في إثبات هذه الإدراكات، والذي اختاره بعض المحققين الوقف فيها. وسكتنا أيضا عن الصفات المعنوية، يعني الذي اختاره بعض المحققين الوقف توقف في شأنها، يعني لا نتعرض لها بنفي ولا بإثبات، نسكت عنها. ليه؟ لأن الأصل في إثباتها الدليل الإيه؟ ها؟ الدليل النقلي، ولا النقل مش العقلي، ولم يرد في ذلك دليل نقلي، لم يرد بذلك سمع، فنتوقف لأنه أصل إثبات السمع والبصر. ولولا أنه ورد الدليل النقلي لما أثبتناه. إذا كان الأصل ثبت بالدليل النقلي فكيف نثبت ما تفرع عن هذا الأصل؟ وسكتنا أيضا عن الصفات المعنوية، وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا، إما لأنها لازمة لصفات المعاني عند من أثبت الأحوال، وإما لأنها عبارة عن وجودها. يعني عاوز أقول لك لماذا سكت، هو كان بيسأل نفسه يقول لك لماذا سكت عن الصفات المعنوية. طب عرفنا سكت عن صفة الإدراك لانه توقف، اختار التوقف ما فيش دليل عليه. طب لماذا سكت عن الصفات المعنويه؟ قال لي احد امرين، اما لانها لازمه للصفات المعاني، اذا صفات المعاني ملزومه والصفات المعنويه لازمه، لا وهذا يكفي، لانه اذا اثبتنا الملزوم نثبت الايه اللازم عند من أثبت الإيه؟ الأحوال. وإما لأنها عبارة عن وجودها، يعني هي معنى عبارة عن وجودها، يعني الصفات المعنوية هي عبارة عن صفات المعاني، يعني عن وجود صفات المعاني، فلا معنى لإثبات العلم إلا إثبات كونه تعالى عالما، ولا القدرة إلا قيام الإيه؟ الصفة به. نعم؟ بين مغيرة ومغيرة. أي مغيرة؟ مغيرة بين العلم وكوني عالم، بين السمع وكوني سمع. لا توجد المغيرة، إنه لا معنى لكونه تعالى عالما إلا قيام صفة العلم، فين المغيرة؟ من دليل المغيرة نحن نكفر من ينفي المعنوية ولا
ما هو الليان في المعنوية حيان في المعاني. إذا نفى المعنوية في تلازم مش في مغايرة. في يعني ما معنى إثبات كونه عالم اللي هي الصفة المعنوية؟ أن صفة العلم قائمة، هل لها معنى غير كده؟ لهاش معنى غير كده. فلو نفيت المعنوية لازم حتم في الايه؟ المعاني. لازم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ما جمع قالش مثلا كونه، قال والله بكل شيء عليم، اثبت الايه؟ العلم. واثبت ايه؟ صفة له. وقيام الصفة هو ده اللي اسمه المعنوية. فلما تثبت العلم يبقى اثبتت كونه عالما. واذا اثبتت انه عالم اثبتت العلم. كيف يكون في صفة علم ولا تقوم به؟ وكيف تقوم به من غير؟ ما ينفعش الانفكاك. لا اهدى برضه وقع في خطأ، يقول لك المعتزلة لا ينكر المعاني، لا ده ينكر ايه؟ زيادتها. شوف التحقيق، زيادتها على الذات. وإلا لو أنكروها بمعنى إنكار كونه تعالى عالما لكفروا. مش كده؟ ما هو هو المدخل، لكن هو هو الرد. هو هو المدخل وهو هو المخرج واحد. نعم. وهو قالوا انه يعني كيف تكون في الشاهد يعني في الحي كمالا او في المخلوق ولا يكون للخالق؟ طبعا ده مردود عليه انه الحركه والزواج وحاجات كثيره تكون كمال في المخلوق والعكس فين؟ في الخالق. الا اذا جاء يعني مثلا كيف عرفنا انه السمع والبصر والكلام كمالات بعد الدليل النقلي؟ انما لو العقل يجوز الامرين، يعني لو ما فيش دليل نقلي على صفة الكلام هنقول ايه؟ ننزهه تعالى عنها. لانه لو كان الحنقيش عدلك، لو كان متكلما لكان هناك لسان ولكان هناك آلة ولكان هناك تقدم وتأخر، وهذا يقتضي الحدوث، اذا فينزه بالعقل حنن فيها. لكن لي أثبتناها لوجود النقل، يعني لولا أنه ورد بها النقل ما علمنا أنها كمان. يعني لما ورد النقل بنفي الولد والزوجة علمنا أنه نقص. وإن كان كمان في حق المخلوق، وإن كان يعني لا يلزم أن ما كان كمال في حق الشاهد أن يكون كمالا في شأن الغائب. خلصت كده؟ وهي كونه اللي المعنوية كونه تعالى ايه؟ ها؟ وذلك هنا في تعليق يا شيخ مصطفى يقول لك هنا ايه؟ وعلل المصنف عدم عدها صفات بجانب المعاني وحسنا فعل لأمرين. الأول أن من أثبتهما وهو يقول بالحال الذي هو صفة ليست موجودة ولا معدومة في نفسها وهي قائمة بموجود، يقول إن المعنوية لازمة للمعاني، فكل من اتصف بصفات المعاني يلزم اتصافه بصفات معنوية، فيكفي إثبات الأول عن التنصيص على الثانية، إذ لا تنفصل واحدة عن الأخرى ولا تتخلف. الثاني، من لم يثبت الحال قال إن المعنوية هي عبارة عن وجود الصفات المعاني وقيامها بالذات كما قلنا. هي معنى الصفة المعنوية، يعني كون صفة المعنى قائمة بالذات فقط. نعم؟ ما بس نقولش تعلق عن، نقول قائمة بالذات. قائمة بالذات، بالذات مش قائمة بالمعاني. يعني وجود المعاني وجودية، يعني لو كشف بعض المحققين قال لو كشف عنا الحجاب لرأيناه، اللي هي المعاني. إنما المعنوية هي عبارة عن قيامها بالموصوف اللي هو إيه؟ أمر اعتباري عند من لم يثبت الحال. إنما عند من أثبت الحال جعلها فرع عن إيه؟ عن إثبات المعنوية. يبقى ما فيش فرق، لا فرق. ده كده هنقف عند الإيه؟
وأما الجائز في حقه سبحانه وتعالى. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكره غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء والعناء والشقاء. اللهم احفظ كرامة علمائنا يا رب العالمين. اللهم ارفع قدرهم يا رب. اللهم احفظهم من كل كيد ومكر وسوء. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجمع القلوب على طاعتك. اللهم اهدنا لما فيه الصواب والرشاد ووفقنا يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكب ومن بغى علينا فأهلك. من أراد الأزهر الشريف بسوء فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.